أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نتمنى تكونوا بخير. في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا عدة مقاطع ديال الفيديوهات. الفيديو الأول غادي نشوفوا واحد اللايف ديال البوليزاريو اللي منوضينها مع الجزائريين وكيقولوا لهم بأن تندوف راه الأرض ديالنا وما غاديش نخرجوا منها. فيديو جد رائع يستحق المشاهدة. نتمنى تعطوني الآراء ديالكم في قناة تحت التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك، لأن اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربة. يلا نشوفوا الحلقة ونتلاقاو في النهاية. يا الجزائري دير صبعك، دير صبعك، رانا خدينا تندوف، دير صبعك صافي تندوف، راه العرس نتاعنا. ها هو صبعي، دير فيه، دير تندوف، نقصو نقصو تندوف، راه العرس نتاعنا. لكن انتم يا المراركة تديو تندوف، نقص يدي. لا صاحبي، لا بوليزاريو، حنا لا خايبين المغاربة. المراركة ما نهضرش من الحرمة، انا ما نهضرش من الحرمة. انا ما يعنونا المراركة، حنايا الصحراويين والبوليزاريو. الشعب المغربي، ولا فرنسا. شوف شوف، الشعب المغربي هو اللي حلينا عيوننا وعرفناه بكم. كنتم عايشين في الوهم وبالكذب، وداك اللي يقولوا لكم فيكم المراركة حق فيكم. الا قبضوكم تركيا تم ويعطوكم على الفويمو مرق التركيا، وجاوكم فرنسيين يعطوكم في الفويمو تحت المقعد، وخرجتوا مازيز كراغيلة. كانوا معدلين طلامس يا قلعبوك، 50 سنه معدلين طلامس. فهمتني؟ سمعتني ولا ما سمعتني؟ يا ولدي باش راك تهضر، انت باش تهضر. بس علاش ما تروحوش للامم المتحده تروحوا تقولوا لهم ما حبيناش الاستقلال؟ خلاص، علاش تخلطوا فينا احنا؟ علاه؟ واش دخلكم فينا؟ طنط صنط الجزائري، الجزائري احنا ما طلعنا جالسين امم متحده ولا بلاد ثاني، جالسين لا تندوك هي اللي نديروا فيها جمهوريه وننقبوا على البترول والغاز. بلا ربي يا ربي، وكما نزيدوا جيراننا. بلا ربي ما تجيش تضرني هنا. يا ودي يا ودي، جمال 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 جمال، شو شوف، صنط 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 صنط. احنا مشكلتنا معاكم شنهي؟ شنهي؟ هو قول لي شنهي؟ احنا مشكلتنا معاكم لمدة 47 سنة وانتم تبايعونا في الوهم، وانتم الصحراء وتقرير المصير وخيطي بيطي، وحنا عايشين في القياطن وداري الفرزيات بيناتنا، وكتصيبطوا وتغتصبوا بناتنا وتجندوا اولادنا. او الصنط صنط صنط، او خليني نكمل. هذه راه بابا، راه بابا، هذه واش هذا داير؟ عشرين يا من سمسارة، يا من سمسارة، سمعي يا نصرانية الحمراء، سمحي راني نسمع فيك يا بنت اسبانيا. انا ماني بارقة تندوف، تندوف لا نديروها جمهورية مستعدة. غادك واش خلصت تدي غير تندوف؟ دقيقة تندوف. السلام عليكم. دوك نعطوها لك بها بالمفتاح، بشعبها، بكلش. والله احنا دينا هذا الحقيقة، احنا كاع ما نحتاج دينا. تبارك الله، الحكم اللي حكمنا والسيطرة اللي سيطرتنا، وانتم عايشين طوابير وعايشين مشاكل. باسبور عباك شمعتها؟ باسبور، جواز السفر، جواز السفر صافي. تجي يعطيك ليدونديتي الشخصية تاعك. انتم لا تقولي، حبيت نسقسيك حاجة، كي راكي تقولي 40 سنة والدزاير، اسمحي لي، كي راكي تقولي بلي 40 سنة والدزاير طمعكم في شي حاجة، تعالى انتم معكم يا منتي جيبي، يا منتي، وانتم عندكم الرجال اللي تمشوا تجيبوا اكرام. عندنا رجال تعليمي وصنطي وصنطي وصنطي، اكرام 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 الميت، اكرام الميت دفنوه، اكرام الميت دفنوه، اكرام الميت دفنوه. جيبي الجناجين ديال جدك من باريس، من فرنسا، يا من فرنسا. انتوا جبتوا وثيقتكم عباك، علاه ما جبناش الجماجم؟ دوك نفهمك علاش. البوليزاريو عاقب القالب اللي دار لهم النظام ديال الكبرانات، ولاو كيخرجوا في اللايفات وكيقولوا بان الارض ديال تندوف راه الارض ديالنا وعمرنا ما غادي نخرجوا منها. ولكن الجزائريين ما بغاش تسرط لهم هذا القالب اللي دار لهم من طرف النظام ديال الكبرانات. دابا اصدقائي الاعزاء غادي ندوزو نشوفوا واحد الفضيحه اخرى. مشهد خطير، مشاركة عناصر البوليزاريو في الانتخابات الجزائرية. البوليزاريو يقررون مصير الجزائريين. Thank you.
خالتي مالها؟ إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم من خلال هذه المشاهد الخطيرة والخطيرة جدا، هذه المشاهد بالمناسبة نشرت في قناة رسمية جزائرية، والتي تظهر مشاركة مرتزقة البوليزاريو ومحتجزي مخيمات الضلوع العرفي تندوف في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. ما معناه أيها الجزائري المغفل، أيها الجزائري الغبي، تبعوا لك الشعارات وتبع لك الوهم وتبع لك الأكاذيب، واليوم اليوم البوليزاريو هم الذين يقررون مصيرك أنت. سمعتي يا أبو صباع الزرق، يدخل دابا للتعاريق وبقى كتسب فينا حنايا. الغادر المغربي هي للتجسس على الشعب المغربي، هي لسجن الشعب المغربي، هي للتآمر على الوحدة الترابية الجزائرية، هي لتلغيم الجو بين الجزائر وبين مختلف الدول، هي للإيقاع بيننا وبين غيرنا، هي للضغط على الأمة الجزائرية حتى من قوة الكذب والتبرديع اللي بصبع الأزرق تقطع الضوء، تخترق السيادة، وحتى يتآمرون على تفكيك جيشنا، ويتآمرون أنا عمزي ما عايز يقول لك راح الضوء احنا وش نديروا وبالك راه كاين واحد هنا من الثورة المضادة قطع الضوء وش نعرف. لازم نكلموا أخونا وزير وزير الطاقة والمناجم، وهو رجل فاضل ونحترمه ووطني ونجله، سي محمد عرقاب، ونكلم أخونا مراد عجال وهو رجل وطني نحبه ونحترمه، مدير صنع الغاز، بلك يفتحوا تحقيق، بلك نلقى واحد من الثورة المضادة قطع علينا الكهرباء، أو وإذا كان ما كانش منها حتى الإخوة الإعلاميين المشكورين اللي جاوا معنا اليوم يشوفوا معاناة أهل الجنوب 55 في الظل وتريسيتي مقطوعة. والو كيف ما قال بوتفريقة الله يرحمه الزلطة تفرعين، هو كيدير هذا الخطاب والضوء تقطع. كيفاش بغيتي أنت هاد الجزائر تزاد القدام؟ وهما دائما عندهم القضية ديال المؤامرة وكلمة المغرب على اللسان ديالهم. دابا أصدقائي العزاز غادي ندوزو نشوفو عمي تبون. الو نبدا في اعاده تقسيم الوطن، التقسيم الاداري تاع الوطن، نبدا في اعاده تقسيم الوطن، التقسيم الاداري تاع الوطن. اذا نعاود نقسم البلاد. وراك الو الو فهموني واش راني نقول. اليوم رانا في 27 مليون جزائر، 47 مليون جزائري. الو احسن رئيس واحسن كوميدي في العالم هو عمي تبون. عن حدود التعنى ضد الارهاب، ضد المهربين، ضد حتى عرض كلاسيكي، لان الجزائر هي اقوى دوله في المنطقه، اقوى دوله برئاسها، حكومتها، بالمؤسسات تاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي تاعها، والحرب الارهاب في التسعينيات، وكل هذا الفضل رجع لكم. شيعه قدم سلاحك، تبون قدم سلاحك، الا هدي استعدوا للحرب. عن حدود التعنى ضد الإرهاب، ضد المهربين، ضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاسها، حكومتها، بالمؤسسات تاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي تاعها، والحرب الإرهاب خاصة التسعينيات، وكل هذا الفضل رجع قدم سلاحك يلا ولدي تبون. قال لك ملي غتسالي العهدة الثانية ديال عمي تبون غيولي الشعب كامل خارج التغطية. أصدقائي الأعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، شكرا لكم بزاف، سمحونا لكم نطولنا عليكم. الناس اللي باقي ما اشتركوش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في القناة. غادي نخليكم حتى الحلقة أخرى إن شاء الله. ديما مغرب والسلام عليكم.